وطال صبري بلهيب الجواب. لا في السماء أنا ولا ذي طوى، طال انتظاري وأنا في رحيلي، حاير دليلي على جمر النوى. تحن روحي لثرى نينوى، وفتية قضوا ليبقى اللواء. تشارك الآن في معرض بغداد الثانية والأربعين. كانت هذه المشاركة في قاعة خصصت للعزبات الحسينية المقدسة وللمزارات الشريفة، خصصت في مساحة خاصة بالعتبة الحسينية قدرها 92 متر مربع. ابتدأت المشاركة بمجموعة من الأقسام ابتداء من مركز وارث الطباعي. مركز وارث الطباعي تميز بديكوره، الديكور الخاص الذي عملت به كوادر مختصة لمدة 3 أيام من قبل افتتاح المعرض. عرض في هذا الديكور نتاجات الطباعة من الأحجار والمرمر وغير ذلك من نتاجاتهم. هذا الديكور كان محط أنظار وجذب لدى زائرين المعرض بغداد الدولي بشكل عام وزائرين هذه القاعة بشكل خاص. من بعد هذا الجناح هناك مشاركة لعدة أقسام من العتبة الحسينية المقدسة. نلاحظ الآن هنا مجموعة من اللوحات لدى منتسبين هم في الأمانة العامة الحسينية. هذه اللوحات من رسامين تابعين للعتبة الحسينية. هذه اللوحات هي المطبوعة الأصلية موجودة في الأمانة العامة للعتبة الحسينية، وهذه المطبوعة تباع بأسعار ملعومة لسهولة حتى يتمكن الزائر من شرائها. لاحظنا خلال تواجد هذه اللوحات في معرض بغداد الدولي هنالك إقبال جدا واسع على شراء هذه اللوحات. بعد هذا عندنا مشاركة لقسم الشؤون الفكرية ب 110 من العناوين، مجموعة من العناوين المختلفة. أيضا هنالك زائرين ورواد كانت مختصين واختصوا بزيارة هذا الجناح لما فيه من كتب قيمة. أيضا عندنا مجموعة من المصاحف المتعددة الأحجام. بعد هذا عندنا مشاركة لمركز الدراسات، مركز الدراسات الذي اشترك في 55 عنوان تقريبا من الإصدارات التابعة إلى المركز. وأيضا هنالك مشاركة أخرى إلى قسم دار القرآن الكريم، اشترك في مكان خاص به عرض فيه نتاجاته الشهرية والفصلية وغير ذلك. بعد دار القرآن عندنا مشاركة لمؤسسة رعاية الطفولة، مؤسسة الطفولة اللي اشتغلت بمجلة الحسينية الصغير بأعداد مختلفة، وكذلك في اللوازم المدرسية القرطاسية والحقائب وغير ذلك. هذه تباع بأسعار ولاحظنا أنه خلال تواجد هذه الإصدارات وهذه اللوازم هنالك إقبال من قبل زائري المعرض على هذه المزايا. كلكم ضمايا ولا طفل ارتوى. ألمي لك يثور الخبر وبغيابي جمرات اللهب. في كربلاء نار بلاء لك ولي، عذاب وقفتك على جسد علي. يا أملي في العجل كل كياني في الغليالي
قلبي حتى اليوم يعاني. وابو فاضل يمينة في يميني، جبينة يا جدي على جبيني، وسهمه الباكي على العطاشة، ما زال يا جد بأم عيني. علي الأكبر يا نايح شبابه، يا ناثر الدموع على غيابه، حملت ثأره على غيابي، فكل حزني دعوة مجابة. على وعدي يا جدي في انتظاره، ورايتي كلها ولا لثارك، لتأخذ الراية من غريب، غربته طالت فخور. المشاريع التي تم انجازها واعلان افتتاحها هي طيب الانجاز. هذه بعض اللوحات وواحد من الاشخاص عرضها في مكان اخر المعرض. القسم الاخر هو قسم المشاريع الاستراتيجيه. قسم المشاريع الاستراتيجيه ايضا اشترك مجموعه من اللوحات لمشاريع عده مشاريع مختلفه للامان العامه للعتبه الحسينيه والمقدسه، ايضا منها هو ما تم انجازه والقسم الاخر ما هو قيد الانجاز. كانت هذه اللوحات محط انظار واعجاب لدى شخصيات مهمه ووفود مهمة زارت جناح العتبة الحسينية المقدسة، ونحن بدورنا قمنا بالشرح الوافي لهذه الشخصيات، فلاحظنا إعجابهم بما تقوم به العتبة الحسينية المقدسة من مشاريع خدمية. أيضا هنالك مشاركة متميزة لشعبة الإعلام الحربي لواء علي الأكبر، حيث قام بعرض وثائق للتصدير الأرصابي، ونلاحظ زائرين المعرض معرض وزارة الدولي يتوقفون دون انقطاع لدى هذا الجناح. أضاف إلى الوثائق هنالك معدات حرب وغنائم موجودة في هذا الجناح، عرضت في هذا الجناح. لاحظنا مجموعة من الصور لدى الشهداء وشاشات العرض التي عرض فيها وثائق أفلام عن نقلة من ساحات حرب القتال. هذه المشاركة لدى العتبة الحسينية المقدسة تعتبر مختلفة بالنسبة لعدة مشاركات سابقة اشتركت بها الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، لكونها اشتركت ب 11 قسم من أقسام العتبة المقدسة. إن شاء الله في العام القادم ستكون المشاركات أوسع لدى أقسام العتبة الحسينية المقدسة. لعفير الثرى ومن به الظما كنهر جرى، طول حنيني ونبس نطرا في عيني حسرة مدهبة استنظرا. نلاحظ توافد الزائرين لدى جناح العتبة الحسينية بفارق كبير عن الأجنحة الأخرى المشاركة من العتبات والوزارات وغير ذلك. فلا على مصابي صوار، وراسي راسك يلي دم جاري، طال انتظاري وانا فوق النهار. ندعو زوار معرض بغداد
الدولي إلى زيارة جناح الأمانة العامة العتبة الحسينية المقدسة والاطلاع على نتاجات أقسامها. وكذلك نشكر العاملين والكوادر المتواجدة هنا في إنجاح هذا المعرض والمشاركة في معرض بغداد الدولي من أقسام العتبة الحسينية المقدسة، ونشكر كل من ساهم ودعم هذا النشاط لا وهو عرض ما موجود من نشاطات ومن نتاجات لدى الأمانة العامة العتبة الحسينية المقدسة. وطال صبري لعفير الثرى ومن به الظما كنهر جرى، طول حنيني ونبس نطرا. نشكر جميع الزوار، كل من زار جناح الأمانة العامة العتبة الحسينية المقدسة. ولطفل ارتوى ألمي لك يثور الغبر، وبغيابي جمرات اللهب في كربلا نار بلاء لك ولي عذاب وقفتك على جسد علي. يا أملي في العجل كل كياني في الغليان، قلبي حتى اليوم يعاني. وابو فاضل يمين فيه